ضربة جديدة يتلقاها الحوثيون والمخلوع في البيضاء، المحافظة التي تحولت إلى ثقب أسود يبتلع أفراد وقيادات ميليشياتهم. تطورات شهدتها عدة جبهات في المحافظة خلال الساعات الماضية، سجلت فيها المقاومة هجمات وكمائن وضعتها أمام تقدم ملحوظ في بعض المديريات. في ديناعم كثفت المقاومة الشعبية عملياتها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث شنت هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيا تمكنت خلاله من السيطرة على مواقع كعواش وحلبوب، ودحر الميليشيات من هذه المواقع بإسناد من مقاومة طياب وآل حميقان. بحسب المعلومات فقد قتل 4 من أفراد الميليشيا وأصيب آخرون خلال المواجهات، فيما قتل 1 أفراد المقاومة وأصيب 6 آخرون إصابات متفاوتة. جبهة أخرى تشهد معارك مستعيرة بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبال نوفان وبلاد آل الجوف في قيفة التابعة لمديرية القريشية. قتل فيها 7 من عناصر الميليشيا وأحد أفراد المقاومة، كما قتل 5 من المقاومة بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في عقبة زعج على طريق بلاد آل الجوف بنفس المديرية. جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 3 من الميليشيا وإحراق دورية في كمين للمقاومة بوادي معصرة. كل هذه الأخبار ما هي إلا سلسلة من الأحداث اليومية التي تشهدها محافظة البيضاء، حيث لا توقيت للمعارك فيها ولا نهاية إلا بتحرير المحافظة من الميليشيا.